بقول لك ايه؟ ايه رايك تاكلي على مزاجي؟ ماشي. اصل انا في المطعم ده عارف كل حاجه. اوكي. شوف يا مت، عايز اقول لك على حاجه. شوف يا سيدي، اكن انت على مزاجك. ايه ده؟ انا مش عارف اقرا حاجه من البتاع ده. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. ايوه قول لي بقى. اتفضل، بس في حاجه عايز اقول لك عليها نسيت اقولها لك. بس لا قول يا فندم. هقولها لك بس يا ابني. قول. هي غريبه. احنا عندنا مينيمم تشارج. كويس، هات لنا منه اثنين يا فندم. اتنين مينيمم تشارج. خليهم ثلاثه يا فندم. مينيمم تشارج ده مبلغ حضرتك ما بتاخدش اقل منه، 50 جنيه للفرد. ايه الاحراج ده؟ طب اعمل ايه بس؟ ما تقول لي على جام. ما انا قلت لك. خلاص هقول لها ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ معقوله اخر زبونين خدوا المينيمم تشارج اللي فاضل؟ المينيمم تشارج ده مش اكل اصلا. ها؟ مش اكل. مش ما انا عارف هو شرب ولا ايه؟ بيهرج بهرج. ايوه بيهرج. عرفني من 10 سنين زبون عنده. ايوه فعلا. احنا عايزين ناكل. عايزين بص، مش هنتغدى، عايزين نفطر. طب ايه راي حضرتك في كونتيننتال؟ شوف، هو كونتيننتال لعيب بس مش مهاري. الواد ميسي مهاري عنه يعني. ميسي بيخلص بيجيب من الاخر. هو ميسي كويس وكل حاجه، بس كونتيننتال ده فطار. بس دي ما يمنعش ان ميسي مهاري. لا. ولا انت شايف ايه؟ لا انا شايف اللي مهاري جدا، بس هو ده فطار حضرتك. بقول لك ايه؟ نعم؟ مفيش فطار الساعه 3 دلوقتي، احنا هنتغدى. خلاص ماشي. امرك يا سيلي، احنا نتغدى. طيب اجيب لحضرتك سوسيس بيكيني قطعتين. بص انا فلاح ماليش في الكلام ده. طيب انا هقول لحضرتك، اجيب لحضرتك سوبر فياجرا. لا مؤاخذه، ثانيه واحده. شوف احنا لسه بنتعرف على بعض، سوبر فياجرا دلوقتي مش هينفع. حاضر يا اخي، اجله شويه يعني. حاضر بعدين. حاضر. الهاني بتطلب ايه؟ انا عايزه سوسيس بيكيني. سوسيس بيكيني؟ لا طالما هي هتطلب سوسيس بيكيني هات لي سوبر فياجرا بقى. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم، سيبوني موضوع الاكل ده انا هحله. انا هتصرف فيه. ايوه حضرتك سوفت درينك؟ لا انا ما شفتش حاجه. انت شفت درينك؟ انا شفت. هي شوف انت سمي الله وهتعرف، هتلاقيك مطرح حطت ايدك كده هتلاقيه. انا هشوف حاجه وجاي اعرف. شوف ما تتاخرش يا متر.